السلام عليكم، مرحبا محبي النباتات، اهلا بكم. يعتبر فصل الخريف من الفصول المناسبة لنقل كثير من انواع نباتات الزينة. سنتعرف في هذا الفيديو على طريقة نقل نبات الاسبرجوس، سواء النوع الناعم او النوع الخشن. بالنسبة لنباتات الاسبرجوس، هذه النباتات الجميلة يمكن نقلها بطريقتين، إما ننقل نبات كامل مثل هذا النوع الناعم إلى أسس أكبر حجما، أو نقوم بتقسيم النبات إلى أجزاء وننقل كل جزء إلى أسس جديد بمثابة إكثار. هذا النوع الناعم هدفنا من هذا النقل هو تغيير تربة النبات. الأوراق بدأت تصفر، نحاول دائما أن نفحص تربة النبات حتى نتأكد من عدم وجود أي تعفنات في الجذور، حتى لا نفقد النبات. هذه جذور النبات، نحاول تفكيك الجذور، صارت ملتفة في أسفل الأصيص. نحاول تفكيك جزء منها حتى ونقصها بهذا الشكل حتى تنمو من جديد. كل هذه الجذور هكذا، نقص أجزاء فقط منها ونحاول تفكيك التربة هكذا مع الجذور طبعا بهذا الشكل هكذا. نقلل من حجم التربة. طبعا هذا النبات يحتوي على درنات، ولا نخشى عليه إذا تعرضت الجذور، يمكن نقله بسهولة بهذا الشكل. طبعا التربة رطبة جدا، لا توجد تعفنات، فقط رطوبة. وطبعا الأصيص أصبح غير كافي. التربة مخلوطة بالرمل حتى تكون منفذة للماء. ثم نضع النبات دائما. نحاول تعديل النبات في وسط الأصيص هكذا. ثم نضيف التربة لملء الفراغات. نضغط على التربة لإخراج الهواء من الأصيص أو من التربة بهذا الشكل، ونترك حيز للري. نضغط على كل الجوانب هكذا. التربة رطبة، نحاول إضافة قليل فقط من الماء، لا نعطي ري مشبع. هكذا فقط. بالنسبة لهذه التربة، حاول تعرضها لأشعة الشمس حتى تجف، ويتم خلطها مع تربة أخرى في حوض آخر. كما ذكرت، الطريقة الثانية لنقل هذا النبات هو تقسيمه، أفضل لوجود نموات كثيرة. انظروا، هنا مجموعة وهنا مجموعة وهنا مجموعة من السيقان السرخس، أو عفوا الاسبرجوس أو الهيليوم. هذه هنا، هذه درنات، هي أصبحت على السطح، هي لذلك النبات يحتاج إلى إضافة تربة. بما أن الأصيص أصبح غير كافي، لا نستطيع إضافة تربة على السطح، لذلك سننقل النبات بالكامل ونقسمه بطريقة أخرى، تقسيم أفضل حتى
نشجع كل مجموعة من هذه النباتات على نمو جديد وإعطاء فروع كثيرة ونمو خضري رائع لهذا النبات الجميل. حاول قلب التربة نحاول نقل النبات هكذا بهذه الطريقة، نحاول مسك النبات بهذا الشكل وقلب الإناء بهذا الشكل، نحاول الضغط على حافة فقط هكذا. ها هي جذور هذا النبات، أصبحت كثيفة جدا وملتفة في قارب أصيص. هذا مما يدل على أن المكان أصبح ضيق، حيز ضيق للنبات أو لجذور النبات. فعلا الجذور موجودة بكثافة مع وجود الدرنات. ها هي الدرنات، النبات يحتاج فعلا إلى أواني كبيرة أو إلى أصيص أكبر حجما. إما أن ننقل هذا النبات بكامله بهذا الشكل إلى أصيص أكبر حجما أو يتم تقسيمه. هاتين الطريقتين مناسبتين لنقل نباتات الأسبرجوس. إما أن نختار أصيص بهذا الحجم وننقل النبات بكامله إلى هذا الأصيص مثل الطريقة السابقة نقل كامل، أو نقسم النبات ونختار أصوص أقل حجما مثل هذا الأصيص. سنضع فيه جزء من النبات، وهذا الأصيص القديم كذلك سنضع فيه جزء آخر، ويمكن أن نضع جزء صغير في هذا الأصيص كذلك. كما ذكرت التربة دائما تكون مخلوطة بالرمل، فإذا توفر البيتموس أو تربة الكومبوست الحيواني نضعها طبعا في الشتاء حتى نوفر تربة خصبة للنبات. نضع قليل من التربة في قاع الإناء ويتم تقسيم النبات. هنا نبدأ التقسيم، هنا استعمل دائما أداة حادة لتقسيم النبات بتربته بهذا الشكل. هذا جزء من النبات، هذا انظروا إلى درنات كثيرة ما شاء الله، هذه كلها أماكن لتخزين المياه والمواد الإضافية أو الغذائية للنبات. هذه الدرنات موجودة كذلك في السرخس أو الفجيرة، وموجودة كذلك في العنكبوت، نباتات العنكبوت تختلف في أشكالها فقط. سننقل هذا النبات إلى أصيص صغير، أقسم هذا إلى قسمين كذلك. هذه طريقة الإكسار نبات الأسبرجوس، تسمى بطريقة التقسيم. وهي أفضل طريقة لإكسار النبات. نملأ الفراغات بالتربة جديدة، في الطريقة نضع التربة إخراج الهواء منها. حاول وضع النبات في مركز في وسط الأصيص هكذا، نترك حيز للماء. سنعطي الري قليل من الماء فقط لأن التربة رطبة. يمكن تعريضه في فصل الخريف وفي الشتاء إلى شمس مباشرة لبضع ساعات فقط، خاصة بعد الظهيرة. أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.